تناولنا بعض من المواضيع المتعلقة بالانتعاش الاقتصادي اللي حاليا الدولة ورئيس الجمهورية يلح عليها بعد مرور سنوات في الكوفيد هذه 19 واللي عرفت ركود اقتصادي عالمي ماهوش فقط في الجزائر. فإذا به نحن نرافق هذا الانتعاش الاقتصادي والبحث الاقتصادي اللي رانا حاليا. إذن هذه المرافقة تتطلب أدوات، منها بعض من المواضيع اللي رانا تناولوها حاليا مثل المحاسبة العمومية، كاين إجراءات جديدة كبيرة فيما يتعلق بالإصلاحات البنكية، الإصلاحات الجبائية، فيما يتعلق بالرقمنة، فيما يتعلق كاين أمور جديدة ولابد أن نطالع عليها ونأخذ بعض من التدابير ومن الإجراءات حتى نواكب هذا التطور وهذا الانتعاش الاقتصادي.